السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالخط التليفيريك نتاع مدينة تيزي وزو، واللي يبلغ طوله 11 كيلومتر، حيث كان في فترة معينة أكبر خط تليفيريك في العالم، ثم تم بناء يعني خطوط تليفيريك أخرى في الصين، خاصة أطول من هذا. وللعلم أنه تم إنشاء حاليا 8 كيلومترات وضعت حيز الخدمة، وبقات 3 كيلومترات الأخيرة اللي يعني تقع في أعلى مدينة تيزي وزو بمنطقة ما يسمى بجبل سيدي بلوى. إذن مازال حوالي 3 كيلومترات راهي قيد الأشغال، وعرفت تأخر كبير لأسباب متعددة. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يعرفنا عن الخط التليفيريك نتاع تيزي وزو، واللي نعرف كما نعرف هو ضمن يعني عدة خطوط في كل يعني تقريب المدن الشمالية، في يعني في حوالي 12 خط تليفيريك في الجزائر، يجعلون من الجزائر الدولة الأولى إفريقيا ومن بين الدول الأكثر استعمالا لخطوط التليفيريك في العالم. أترككم تتابعون الفيديو حول إذن خط التليفيريك نتاع مدينة تيزي وزو، يعني فيديو تعريفي لهذا الإنجاز، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.